الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس السيرة الأول في الترم الثاني، وهو سيرة السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، للصف الرابع الابتدائي، وسنستخدم استراتيجية الحوار والمناقشة. أنا شرحت هذا الدرس منذ قليل، لكن نصف الفصل كان في رحلة وعادوا، لذلك سنعيده وسأناقش من كانوا معي. حفصة بنت من؟ ها؟ بنت عمر. بنت عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هتعرفون معلومة عن عمر بن الخطاب؟ قلتها. ها؟ نعم؟ كان أقوى رجال قريش. كان أقوى رجال قريش. وأنه خليفة المسلمين. خليفة المسلمين الثاني بعد أبي بكر. كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشى عمر في وادي مشى الشيطان في وادي آخر، كان الشيطان يخاف منه، يهرب منه من شدة إيمانه. لما أسلم عمر سموه الفاروق. ليه؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. قبل إسلام عمر كان المسلمين يستخبهم، ليه؟ لو مسك واحد كافر هيعذبه. بعد إسلام عمر وحمزة المسلمين عملوا صفين، صف فيه أمام عمر وصف أمام حمزة رضي الله عنه، ومشوا عملوا استعراض، مشوا استعراض في مكة. بعد ما كانوا يستخبهم عملوا استعراض قدام الناس، حد يقدر يجيلنا؟ حد يقدر يكلمنا؟ لذلك سموه الفاروق. هذه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حفصة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صديقه، عمر بن الخطاب صديقه. هذه مات زوجها، فعرضها عمر على أبو بكر عشان يبقى رجل طيب ويضمن أن بنته عند واحد طيب، فقال أبو بكر لا أريد. فعرضها على عثمان فقال لا أريد. فعرضها على علي قال لا أريد. فسمع النبي ذلك فأراد أن يجبر بخاطر صديقه وصاحبه، فتزوجها في العام الثالث من الهجرة. في العام الثالث يبقى متى تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة يا إبراهيم؟ بالعام الثالث من الهجرة. بالعام الثالث من الهجرة، تمام؟ حد يعرف يقول لي اسمها ايه؟ حفصة بنت عمر بن الخطاب. بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. متى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في العام الثالث من الهجرة. خلاص يا نادر؟ طيب، كانت لها صفات. لها قوامة. قوامة يعني كثيرة قيام الليل. قوامة. ماشي. عابدة. وإيه كمان يا عبد المحسن؟ صوامة. ثلاث صفات. عابدة يعني صفة من الصفات إنها تعبد الله حق عبادته، قراءة قرآن، أذكار، ذكر، تسبيح، استغفار. قوامة يعني تقوم بعد أن تنام قليلا من الليل، تقوم وتصلي الليل وتدعو الله. وصوامة يعني كثيرة الصيام، كثيرة. والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له عن حفصة أنها قوامة وصوامة. صوامة قوامة يعني كثير. صوامة هذه الصيغة مبالغة، يعني كثيرة الصيام وكثيرة القيام. يبقى صفاتها ايه يا يزيد؟ صوامة وقيامة وقوامة. وايه كمان؟ وأمينة. لسه أمينة دي جاية بقى في السكة. عارفين الدليل على أمانتها ايه يا محمد؟ عشان انت ما كنتش موجود. ما الدليل على أمانة حفصة؟ أنا قول يا أخي. عشان لما جمعوا المصحف حطوه عندها. خلي بالكم يا أبطال. في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا عبد الرحمن، في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مات كثير من حفظة القرآن. وكان القرآن لم يكتب بعد، بس كله في الصدور. عمر حافظ ومحمد حافظ، إبراهيم حافظ، عبد الله حافظ. طيب بس ما كتبنا شيء. فعهد الرسول لم يكتب القرآن، كله حفظ.
طيب في معركة راحهم في حروب المرتدين لما ارتد بعض القبائل عن الإسلام وراحوا يحاربوهم عشان يرجعوهم تاني، مات كثير من حفظة القرآن. فسيدنا عمر قال لأبو بكر رضي الله عنه نريد أن نجمع القرآن يعني نكتبه شان الحفظة لو ماتوا خلاص منين نأتي بالقرآن. فجمعه بعض الصحابة كتبوه، قعد يكتبوا فيه عدة شهور، يروح للي حافظ ويسمع له ويكتب يكتب. وبعد أن أصبح المصحف هذا أوراق متتالية مجمعة وضعوه عند مين؟ حفصة. هذا دليل على إيه؟ على أمانتها. ليه؟ لأن ممكن أي حد يلعب في المصحف، اشتغل ورقة غير ورقة يكتب كلمة زيادة. لكن ليه وضعوه عند هذه المرأة بالذات؟ لأنها أمينة. لأنها أمينة. يبقى نقول بقى صفاتها بأربع الوقت. أول صفة إيه؟ قيام الليل. قوامة اللي هي قيام الليل. الصفة الثانية صوامة. أثنى جبريل عليها. أيوة يعني الاثنين دول صوامة قوامة. لسه فيه عابدة لسه واحدة. أمانة. أمينة. عابدة، صوامة، قوامة، أمينة. أسوأ اثنين ما هم باش عاجبيني، مش عاوز أقول عليهم يا نادر، مش عاوز أقول على أسوأ اثنين ما هم عاجبيني، لكن ما شاء الله هذه المجموعة مجموعة رجال، وهذه المجموعة مجموعة رجال، وهذه المجموعة مجموعة رجال، بس فيه ناس زعلان منها. كده عرفنا قصة السيدة من؟ حفصة. حفصة بنت من؟ بنت عمر. متى تزوجها الرسول؟ ثلاثة هجرين. طيب ما الدليل على أمانتها؟ أسمك قلت لي؟ أحمد صلاح. يلا يا أحمد. أن المسلمين اشتركوا، جمعوا المصحف وتركوه عند أهل. ممتاز. ما الدليل على أنها صوامة قوامة؟ جبريل قال للرسول كده. أخبر جبريل عليه السلام الرسول بأنها صوامة قوامة. تمام؟ ماتت سنة 45 من الهجرة، وكانت أمها زينب بنت مزعون وأبوها عمر بن الخطاب. ليه سمناها أم المؤمنين يا عبد المحسن؟ لأنها تزوجت الرسول. يبقى أي واحدة الرسول تزوجها تسمى أم المؤمنين. يعني أم المؤمنين يعني زوجة للرسول. زوجة لإيه؟ أول ما اسمع اسمها أقول إيه؟ رضي الله عنها. واجب علينا الترضي على زوجات النبي وحبهم والاقتداء بهم. أم المؤمنين. طيب هنا نروح بقى لصفتها وإنها كانت عابدة صوامة قوامة، والدليل وتزوجت سنة 3 هجرية، والدليل جبريل أنها صوامة قوامة ووضعوا المصحف عندها وتوفيت سنة 45. ونروح للسؤالين. أثنى جبريل على اجتهاد أم المؤمنين حفصة في العبادة، فماذا قال؟ عاوز واحد لسه ما اتكلمش. ماذا قال جبريل عن السيدة حفصة يا عبد الله؟ قال إنها صومه قوامة. صوامة قوامة. سؤال الثاني، وضع المسلمون المصحف الذي جمعه أبو بكر عند حفصة، لماذا؟ يدل على إيه؟ يدل على أمانتها. يدل على إيه؟ أمانتها. يدل على إيه؟ أمانتها. يدل على أمانتها. طيب ماذا قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين حفصة؟ قال له إيه؟ إنها صوامة قوامة. طيب لماذا وضع المسلمون المصحف يا محمد عند السيدة حفصة؟ يدل على إيه؟ ماسك كراسة في ايدك وبتلعب، يدل على اللعب صح؟ قول لي يدل على ايه يا عمار؟ على امانتها. يدل على ايه؟ امانتها. على امانتها. هذا السؤال الاول اجابته قال انها صوامة قوامة. السؤال الثاني يدل على امانتها. تمام يا ابطال، كده انتهينا من شرح الدرس وشكرا لكم.